عمل حضور قوي جدا في كاس العالم، وبعدين ثم خرج من الكاس. ده ليه؟ معنا على الهاتف الزميل نوفل العوالمة الإعلامي المغربي. أستاذ نوفل أهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء الخير أستاذ إبراهيم وأستاذ عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج ملك وكتابة ولكل متتبعي قناة الأهلي. قبل أن أسألك الأسئلة التقليدية، كازابلانكا ولا الرباط؟ أنا في تعتبرني على حدود الرباط. على حدود الرباط، طيب. اسمح لي بس، ايه لانه هو جه ربما يكون سمع القضيه، الاعتماد على الاكبر على المحترفين افضل، واطلاق فتح باب للاحتراف الخارجي ولا ابناء الداخل الى حدود، يعني يكون الى حدود يعني عشان نحافظ على المستوى العام المحلي، لانه ممكن يبقى ده الحل في خلق منتخب منتمي اكثر. كيف ترى هذه القضية؟ الأول طب ما تكلمنا تعليقك على خروج المغرب مش والعرب كله. أنا راح أحاول أشمل لك الإجابة وتتضمن ربما كل ما طرحتموه وحتى اليوم النقاش الدائر، ولكن قبل ذلك أعزيكم، أعزي جماهير النادي الأهلي وأعزي الشعب المصري في وفاة معالي الوزير الأسبق العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة المصري، إن الله وإنا إليه راجعون. شكرا. فبداية ربما اليوم نعيش نكسة كروية عامة، وإن عمت خفت كما يقال، ولكن لنبدأ بما انتهيت منه باشمهندس إبراهيم، إنه المحترفين وأي إضافة يقدمون للمنتخبات العربية الأفريقية خاصة منتخبات شمال أفريقيا، وفي في 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 السؤال إجابة. ربما المنتخب المصري أتذكر، ويعني هاني رمزي اتفضل يعني مثلا هاني رمزي بكايزرسلاوتن الألماني كان من بين المحترفين القلائل في المنتخب المصري ذات يوم. بعد ذلك فزتم بكأس أفريقيا مع الكابتن حسن شحاتة بزيدان كمحترف في الدوري الألماني، ولكن في ذات الوقت كانت منتخبات على غرار السنغال والكوت ديفوار لديها محترفين بالجمله في اعرق الانديه الاوروبيه، وتعاني الامرين في كاس الامم الافريقيه. هنا لابد ان يكون هناك ميزان. ذات يوم قلت بان المنتخب الوطني المغربي حين يمارس في القاره الافريقيه يخرج بخفي حنين، والدليل ان اللقب الافريقي المغربي الوحيد هو سنة 76 بجيل فرس وآخرون من النجوم الذين لمعوا في الأندية المغربية، مع بعض المحترفين الذين استطاعوا بعد ذلك في 86 كالتيمومي وبودربالا والحداوي وآخرون الذين انتقلوا إلى أندية من سويسرا إلى فرنسا إلى غيرها. المعضلة اليوم إن كنا سنقول بأننا هل نمارس في أفريقيا فلنأتي بترسانة تلعب في القارة الأفريقية، أعتقد أن كرة القدم موهبة فطرية لا علاقة لها ب صحيح قد تنشأ في هولندا وتنتمي لمناخ درجات حرارة منخفضة، تلعب بنسق فيه الكرة الجميلة الكرة الشاملة، أو تلعب في الدوري الإسباني دون احتكاكات بدنية مع موهبة فيها الطابع اللاتيني بالتمريرات والمساحات الواسعة، ولكن من منا قادر على خلق تلك التوليفة وذلك التوازن؟ أن يكون في الميزان من لديه التنافسية، من لديه دقائق لعب، من لديه القدرة على مجاراة الأجواء الأفريقية لأفريقيا تقاليدها الخاصة. كأس أمم الأفريقية هي كأس المفاجآت بامتياز، بمعنى آخر قد نذهب ونشاهد الكوبا أمريكا، سنضع قائمة ألف باء إلى غير ذلك، سنكون يعني ممن يعني يغردون خارج السرب إن قلنا أن الأرجنتين غير مرشحة أو البرازيل أو أن تشيلي لن تلعب أدوار طلائعية. الأمور واضحة، ولكن في كأس الأمم الأفريقية قد تأتيك يعني مفاجأة كما حدث مثلا في كأس قارية حضرتها سنة 2013 في جنوب أفريقيا، لم يكن أحد يرشح بوركينا فاسو أن تصل للمباراة النهائية، كان لديهم مهاجم واحد من اللامعين المحترفين في القارة الأوروبية، ولكنهم استغلوا تراجع القوى التقليدية وصلوا للمباراة النهائية وفازت بالمسابقة نيجيريا. كذلك ومثال، هناك ربما عدد كبير جدا من الأمثلة التي يمكن أن نقوم بإسقاطات عملية ونقول كيف أن المحترف هل يمثل عالة على المنتخبات التي تمارس في القارة الأفريقية، أم أنه قد يكون بالفعل سبب للتألق والتعملق. السنغال اليوم فازت لعبة النهائي وفازت بكأس الأمم الأفريقية بعد ذلك، بماذا؟ بتشكيلة 100% محترفين. هذا أمر لابد من نقاشه، لأن هناك ربان للسفينة
عليه أن يخلق ذلك التوازن، ولكن هذا لا يمنع أن حامل الرقم القياسي هو المنتخب المصري الذي لطالما شارك في كأس الأمم الأفريقية وكان له عدد قليل من اللاعبين المحترفين، الأسماء معروفة للجميع اليوم حتى على مستوى التشكيلة التي خاضت نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، هناك أسماء معدودة، وكان يشارك بنجوم الأهلي ويشارك بنجوم الزمالك، وفي نفس الوقت قد يخرج لاعب من المصري البورسعيدي أو يخرج من نادي آخر وبإمكانه أن يقدم الإضافة كما حدث مثلا مع أحمد ناجي جدو الذي كان وراء لقب من ألقاب أحفاد الفراعنة في حدوثة مصرية في كأس الأمم القارية. اليوم نحن نقول بأن علينا أن نأخذ من يستحق التواجد في التشكيلة بغض النظر عن القميص الذي يحمل، وربما اليوم سأعود لكم للحديث عن المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لن أقول بأن وليد الرقراقي اليوم عاش على ذكريات الماضي واستذكر الأطلال التي حدثت في قطر، ولكن سأقول بأنه حاول أن يكون وفيا لمن لعب معه مرحلة الطوارئ. لا ننسى أن وليد الرقراقي جاء أشهر قليلة جدا قبل المونديال، ولا أخفيكم سرا، يعني أول من تحدث عن وليد الرقراقي هو أنا في شهر أبريل، وكان هناك لوم وعتاب من جماهير الوداد البيضاوي، لماذا تتحدث عن مدربنا الذي يتألق معنا ونلعب معه البطولة ونلعب معه كأس العرش ونلعب معه أيضا دوري أبطال أفريقيا، نحن مستقرون فلا تحاول أن تنال من هذا الاستقرار. ولكن كإعلامي غيور على الكرة المغربية وجدت بعد المباراة التي حدثت مع الولايات المتحدة والخسارة القاسية للمنتخب الوطني أن الرجل وحيد خليلوزيتش يمكن أن ينطبق عليه القول فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي وصل لمرحلة فيها اللا عودة، أقصى مجموعة من العناصر على رأسهم حكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث، هذا الثلاثي الذي يعتبر من أعمدة المنتخب المغربي، وأي مدرب يمكن أن يتنازل عن أنافته في سبيل حضور هذا الثلاثي مع المنتخب الوطني. ورغم ذلك صبرت عليه أو الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية كما تسمى لدينا، كان هناك مني خطاب صريح، وحين طرحت البديل طرحت وليد الرقراقي. لماذا؟ لأن المملكة المغربية بكل بساطة كحال مصر في السنوات الأخيرة، يعني بعد حسن شحاتة جربتم كل المدارس، أتيتم بمن ينتمي للبرتغال ومن ينتمي لمدارس لاتينية من كوبر إلى فيتوريا آخرهم وكارلوس كيروش وآخرون، ولكن في نهاية المطاف ماذا حدث؟ لن أقول بأن المدرب الوطني مقدس وبأنه هو من يحقق الإنجازات، لا، أقول أن هناك خصوصية للممارسة الكروية. مصر اليوم لديها خصوصيتها في عالم كرة القدم الأفريقية. مصر ستلعب منافسات كأس العالم كل 4 سنوات، لن تلعبها كل سنتين ككأس الأمم الأفريقية. المغرب كذلك ومثال، لديها خصوصيتها. وبالتالي قلت المدرب الذي بإمكانه أن يكون متابع أولا للبطولة لمنتوجنا الوطني للدوري المغربي المحلي، ثانيا هو من نسيج هذا المجتمع الذي فيه جيل ثالث مهاجر في القارة الأوروبية، هو أيضا من لعب في مجموعة من الأندية الفرنسية، هو يملك لغة التواصل، يتحدث الفرنسية بطلاقة ويتحدث الإسبانية، وكلها دوريات نتوفر فيها على مخزون بشري. وضعت كل المقاييس في الميزان فوجدت بغيرة وطنية بخبرة راكمتها على مدى أكثر من 18 عاما في مجال الإعلام أن وليد هو الأنسب، وقلتها بملء الفيه، الحمد لله كان هناك صدى للصوت. ورغم أن وليد يعني صديقي منذ 2010 وأعرف نفسية الرجل وأعرف بأنه رجل تواصل بامتياز وأعرف بأنه مدرب طموح، وأعرف بأنني أول من طرحت عليه السؤال قلت له أنت مشاغب في تصريحاتك تستفز الكبار، هل تريد ذات يوم أن تكون مدربا للرجاء للوداد؟ قال لا، بل لبرشلونة والمنتخب الوطني لما لا. رجل طموح. اليوم الكرة العربية المغاربية الأفريقية تحتاج للطموح، والطموح قد رأيتموه ربما مع اليوسيسي مع السنغال، رجل تنفس الصعداء مع السنغال، استطاع أن يصنع مجد لهؤلاء. الطموح مع ذلك الرجل الشغوف الذي جاء من العدم إيرفيرونار، والذي حقق لقبين مع منتخبين مختلفين، حققه مع زامبيا، لو حدثت أكبر عراف في العالم لقال لك من المستحيل بمكان أن تحقق لقب مع منتخب لاعبيه ينتمون لبطولة محلية، ولكن لعب على المأساة ووصل للمباراة النهائية. هذه هي خصوصية الممارسة الأفريقية. بالنسبة للمغرب اليوم أعتقد أننا يعني شاهدنا وجهنا الحقيقي في المرآة. لماذا؟ لأن كأس العالم أسلوب اللعب يختلف. في كأس العالم كنا نصنف في السكند كلاس، بمعنى آخر منتخب من الدرجة الثانية، لأنك تلعب أمام كرواتيا الوصيف.
تلعب امام بلجيكا التي حصلت على مركز المربع الذهبي، تلعب امام المنتخب الكندي المتطور الذي يعد نفسه لكي يستضيف كاس العالم 2026، وبالتالي دخلت بجلباب ذلك الضيف المحتشم. ولكن المباراه الاولى هي المفتاح، حققت فيها اقل الاضرار، خرجت بتعادل، هزمت الشياطين الحمر، ومن ثم ذهبت الى كندا فكبحت جماحها باقل الامكانيات. بعد ذلك رجعت للدفاع، لعبت على خطه اغلاق المساحات مع اسبانيا التي تحبذ المساحات وتلعب الكره، بغض النظر كان لديك نصف الفريق حاضر هو ياسين بونو، وصلت لمقارعه منتخب برتغالي بقي منه بقايا المنتخب الذي توج بكاس الامم الاوروبيه، وانتقلت الى مرحله المنتخب الفرنسي، اصابك الاعياء والارهاق للاعبين والاصابات، ليس لك تلك الترسانه البشريه لكي تواصل، لكنك حققت الاعجاز وليس الانجاز. في افريقيا الامر مغاير. في افريقيا عليك ان تواجه الطقوس، عليك ان تواجه الضغط، وكانت للاسف لعنه رابع المونديال بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هذه اللعنه هي التي جعلتنا ان الكل يستأسد علينا، حتى الضغوطات التي منها ما فرض علينا ان هناك مكان للمغرب دون غيره في الاتحاد الافريقي وامور كثيره جدا، اضيف اليها تصريحات اوناحي التي زادت من الضغط الاعلامي علينا، ثم جاءت الخلاف الذي حدث ما بين اللاعب مبيمبا ووليد الرقراقي، والذي كان بالامكان ان نستغني عنه فاوقف المدرب، الا اننا بالتشكيله التي حضرت، ببعض المجاملات التي استحضرت في حق بوفال الذي لا يلعب الشيء الكثير في الخليج العربي، في حق نصير مزراوي الذي اصيب وكان طبيب نادي بايرن ميونخ قد اقر بان اللاعب سيحتاج لاستراحه لمده شهر وتطبيب، بمعنى اخر انه لن يكون جاهز الا في المباراه الثالثه او حتى في مباراه الدور الثاني ان تاهلنا، ورغم ذلك اصر وليد على احضاره، مع العلم اننا في تلك اللحظات كنا نحتاج الى لاعبين يتمتعون بالطراوه البدنيه، راكموا التجارب من خلال المباريات، مباريات دور المجموعات، فلم نجدهم. اضافه الى ان وليد للاسف يعني شرب من ذات الكاس الذي شرب منه وحيد خلولزيتش، الذي بالمناسبه كنت معه رفقه المنتخب الجزائري في كاس العالم في البرازيل 2014، لعب المباراه الاولى امام بلجيكا، خسر، ولكن كان في ترسانه المنتخب الجزائري مجيد بوقرة واسلام سليماني وعناصر وجابوا واخرون، فجالسوا روراوا وقالوا له سنغير التشكيله. تغيرت قناعات وحيد خليلوزيتش، انتصرت الجزائر على كوريا الجنوبيه وتعادلت مع روسيا وقدمت مباراه بطوليه مع الالمان. للاسف قناعات وليد لم تتغير. بقي ذلك الحث العاطفي الذي يريد ان يقول للاعبين املاح اثق بك، قدمت مباريات قوية في المونديال، أرني ما لديك، ولكن هذه أفريقيا يا وليد، أفريقيا لا تبتسم لك، أفريقيا تعتمد على الصحافة. إذن حضرتك تلخص الأمر إن كان في جمود في الفكر، وإنه اعتمد على الحرس بتاعه، وإنه تصور إن أفريقيا مثل كأس العالم، ولكنه في كأس العالم كان هو الطرف الطامح أمام الطرف المترهل، وحدث العكس في أفريقيا. ألخص الأمر أنا هكذا؟ صحيح أستاذ عادل، بكل بساطة أنا لا أتفق مع عدد من الزملاء والإعلاميين سواء كانوا مغاربة أم عرب، وهم يتحدثون عن مجاملات وعن عاطفة. أبدا، هي ليست مسألة مجاملات وعاطفة زائدة من طرف وليد باتجاه اللاعبين. وليد الرقراقي قبل كل شيء هو مدرب، هو إنسان طموح لديه أهداف، لا يمكن أن يبيع نفسه في مقابل أن يلمع لاعب دون آخر. ولكن وليد قريب من اللاعبين، يعرف الإمكانيات، يعرف يمكن ما يقدمون، وبالتالي لم يحسب الحساب للتفاصيل الدقيقة. من بين التفاصيل الدقيقة مثلا أن يصاب لك بوفال في التدريب، هذا أمر لم تكن تتوقعه، ولا ينكر أحد على أن رغم انتقال سفيان بوفال للخليج العربي، لكن تبقى القيمة الفنية لهذا اللاعب سواء الخبرة. وأقول وأعطي مثال هنا، إيرفي رونار نسج على منوال وليد الرقراقي، كان لدينا مبارك بوصوفة في 2017، ليس لديه نادي
ذهب للإمارات إلى غير، ليس لديه نادي، ولكنه استدعاه وقدم أفضل كأس أمم أفريقية وكان الأفضل في تشكيلة المنتخب المغربي. وليد ربما أراد أن ينسج على ذات المنوال وقال وإن كان بوفال قد تراجع في مستواه يفتقد للياقة البدنية ولكنه قد ينفعني في 60 دقيقة على أكثر تقدير. ولكن ها هو بوفال أصيب. هل وليد الآن بعد هذا الخروج مستمر والمغرب عندها النسخة القادمة في السنة اللي جاية 2025 تستضيف كأس الأمم ثم بعد كده عندها الاستضافة التاريخية لكأس العالم، هل وليد مستمر؟ تريد الخبر حصري؟ اها وليد كان سيجتمع اليوم برئيس الاتحاد المغربي ولكن هناك مجلس وزاري، مجلس وزاري، وتعرفون حق المعرفة أن رئيس الجامعة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم هو وزير منتدب في المالية وبالتالي حضر المجلس. أعتقد أن الاجتماع سيتم يوم غد. وفي طيات هذا الاجتماع ليس كما يقال بأن وليد الرقراقي قال أن بند في العقد يشمل العبور على أقل تقدير إلى الدور نصف النهائي. عقد الاتحاد المغربي مع وليد الرقراقي مستمر إلى 2026 وستم تجديد الثقة في وليد الرقراقي وطاقمه المرافق وسيواصل العمل. اليوم لدينا اتحاد مغربي يتمتع بالذكاء، يتمتع بالاستمرارية، يعرف أن هناك مشروع كروي مغربي لا يتعلق بأشخاص. اليوم الأمور لا تقتصر فقط على وليد الرقراقي بل بالعكس لدينا مجموعة من الأمور التي فيها خطاط، هذا أمر مفروغ منه. اليوم المنتخب الوطني المغربي غلته التهديفية لا في عصر وليد ولا ما سبقه في زمان وحيد ليست بالغلة التهديفية الكبيرة، أي بمعنى آخر وهنا أتفق مع الكابتن أبو تريكا هناك خصائص على مستوى خط الهجوم. ربما المغرب تحتاج لثلاثة لاعبين، تحتاج لخليفة لرومان سايس يشكل تلك الثنائية الجميلة مع نايف أجب لاعب وستهام يونايتد، تحتاج للاعب صانع ألعاب يكون في وسط الميدان قادر على أن يكون ذلك السقاء الذي بإمكانه أن يغذي خط الهجوم، وتحتاج لمهاجم صريح على الرغم من أن الثلاثي الذي حضر في كأس الأمم الأفريقية سواء تعلق الأمر بيوسف أنصيري مهاجم نادي إشبيليا أو أيوب الكعبي أو حتى بطارق السوداني، أعتقد أننا اليوم إن أردنا أن نحرز الألقاب وخاصة كأس الأمم الأفريقية التي ستلعب في المملكة المغربية علينا أن نتوفر على مهاجم قناص قادر أن يترجم عمل تلك المجموعة. كلنا نتمنى نحصل على مثل هذا المهاجم، ولكن كل الأمنيات للكرة المغربية التي أمتعتنا ونثق بها. ويعني حنختم بالخبر أو التوقع الحصري لحضرتك أن ربما يبقى وليد الركراقي حتى نهاية عقده بقرار ورؤية وزارية، وهذا يعني بيعكس الرغبة في الاستقرار التي تشهده الكرة المغربية. كل الشكر وكل الأمنيات الطيبة للكرة المغربية والسعادة لشعبها. شكرا 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 جزيلا لك أستاذ عدلي وأيضا أستاذ إبراهيم. وصدقني ليس تنبؤ، هو أمر مؤكد أن وليد الرقراقي مستمر، عقده سيبقى مستمر، وتجديد الثقة من خلال الجامعة الملكية المغربية في شخص وليد الرقراقي وطاقمه المرافق ستكون وسيتم الإعلان عنها بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام للتأكيد على أن المسيرة متواصلة. وأتمنى بصراحة أن تكون كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكوت ديفوار مناسبة لمراجعة عدد من الأوراق لكل المنتخبات. كل الناس إن هذه المراجعة مطلوبة طبعا، سواء بقي المدرب أم كان هناك رأي آخر، ولكن نشكرك على هذا السبق ونكرر يعني أمنياتنا الطيبة للكرة المغربية وشعب المغرب. شكرا جزيلا للزميل نوفل العوالمة الإعلام المغربي، وأعتقد إيضاح مهم جدا لوضعية الكرة تحليل المغربية تاريخي يعني. صحيح. شكرا جزيلا نوفل، نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي،